أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية المستمرة مع حضراتكم عبر شاشة إكسترا نيوز، ونخصص هذه الساعة للحديث عن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستعدادات بدء المرحلة الثانية. وفي بداية الاجتماع أشار رئيس الوزراء للأهمية التي توليها الحكومة بمختلف الأجهزة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا في هذا الصدد ما تستهدف هذه المبادرة من إحداث نقلة نوعية لملايين الأسر والأفراد من سكان القرى والمناطق الريفية المستهدفة. وخلال الاجتماع اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل نحو 1477 قرية في 20 محافظة بأنحاء الجمهورية، وكذا موقف استلام المشروعات وأعمال المرافق التي تم الانتهاء منها بالفعل. واستعرض الاجتماع أيضا الاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ومنذ أن أطلق رئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة في يناير 2019، وتغطي المبادرة في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية بإجمالي 175 مركزا في 20 محافظة. نتابع المزيد عن جهود المبادرة في العرض التالي.
ومشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن، حيث استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة تريزا إيفوا أسانجونو رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والسيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، ومشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سواء على المستويين الثنائي أو القاري، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية وصون السلم والأمن القاري. من جانبها سلمت رئيسة مجلس شيوخ غينيا الاستوائية رسالة خطية إلى السيد الرئيس من الرئيس أوبيانغ، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية وتثمين التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار والمساهمة الفعالة في دفع العمل الإفريقي المشترك. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات. وبالعودة إلى أخبار حياة كريمة، مشاهدينا شهدت محافظة المنوفية إقامة احتفالية بعنوان يوم في حب مصر، وذلك برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومبادرة حياة كريمة في استاد جامعة المنوفية. وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان كتف في كتف عن التحالف الوطني للعمل الأهلي والمؤسسات الأهلية وجمعيات المجتمع المدني وسرد الخدمات التي قدمها التحالف ومبادرة حياة كريمة من عمل أسقف للبيوت وتطوير القرى. واستعرض الفيلم التسجيلي جهود المتطوعين في التحالف من خلال خدمات التطوع في مختلف محافظات مصر عبر الجمعيات الأهلية. احنا جايين تبع حياة كريمة ومع التحالف الوطني طبعا منصة واحدة علشان ندعم الدولة وتحيا مصر. وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل مجهوداته وكل الحاجات الكويسة اللي عملها للبلد ومزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله، وربنا يقدره على دايما عمل الخير للشعب دوت ومزيد من التنمية ومزيد من الحضارة والتقدم. يعني أحب أهني شعب مصر العظيم كتف في كتف، مبادرة إلهية ربنا سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كتف في كتف هدي نبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. كتف في كتف، مصر أول دولة في العالم طبقت كتف في كتف. كتف في كتف، مصر استضافت كل الأمة في أيام سيدنا يوسف. مصر قادرة على أن تستضيف الأمة كلها، أم الدنيا بتثبت كل يوم أن مصر كريمة، كريمة بشعبها العظيم. النهاردة متجمعين كل الكيانات الشبابية بنقول للرئيس شكرا على اليوم الجميل ده، تمام، وكلنا النهارده متجمعين الهدف كله ان احنا بنقول كلنا في حب مصر متجمعين، وعلشان خاطر مصر هنعمل المستحيل وباذن الله القادم افضل لكل شعب مصر. الهيئه القبطيه الانجليزيه للخدمات الاجتماعيه عضو مؤسس مع في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، واحنا النهارده مشاركين ب 2500 مزارع من صغار المزارعين. احنا في المرحله الاولى كنا مشاركين بحسب تعليمات السيد الرئيس بان احنا بزراعه 150 ألف فدان
مع 100,000 مزارع من صغار المزارعين، وان شاء الله داخلين على المرحله الثانيه. والنهارده احنا معانا شركاء من صغار المزارعين موجودين معانا في الاستاد، واحنا سعداء جدا جدا بعضويتنا في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. احنا النهارده متجمعين في يوم عظيم في مدينه شبين الكوم محافظه المنوفيه، التحالف الوطني مع حياه كريمه لدعم مصر وشباب مصر ورئيس مصر، وان شاء الله مصر عظيمه برجالتها بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. التحالف الوطني مع حياه كريمه وان شاء الله مصر في تقدم مستمر، كلنا داعمين لرئيسنا السيسي ان شاء الله. هذا واعلنت مؤسسه حياه كريمه استمرار اعمال مبادره سبيل ضمن المبادره الرئاسيه، وذلك بهدف دعم الاهالي الاكثر احتياجا بجميع المحافظات، حيث تواصلت في محافظه المنوفيه فعاليات المبادره التي تستهدف اهالي المرضى في المستشفى الجامعي والمستشفى التعليمي بمدينه شبين الكوم. النهاردة احنا معانا مبادرة سبيل. مبادرة سبيل دي عبارة عن 500 وجبة. ال 500 وجبة دول احنا هنوفرهم لأهالينا داخل المستشفيات، المرضى، المرافقين، الناس اللي محتاجيننا، يمكن احنا محتاجينهم اكتر ما هم محتاجيننا كمان يعني، ويا رب دايما نروح لهم في الفرح. مشارك معانا النهارده حوالي 40 متطوع، معانا النهارده مستشفى الجامعه ومستشفى التعليمي والاصل. احنا النهارده كان عندنا مبادره توزيع 500 وجبه على المستشفى مستشفى الجامعه ومستشفى التعليمي بشبين الكوم. طبعا قابلنا المرضى وكانت ردة فعلهم جميله جدا على الوجبات، وسمعنا مشاكلهم، وطبعا دي حاجه فرحتنا كمؤسسه حياه كريمه. الرعايه هنا كويسه والدكاتره هنا مهتمين بالمرضى والدنيا تمام والله. شكرا ان هم مهتمين بجوزي وربنا يشفيه ويطلع بالسلامه، ان هم قاموا بالواجب مع جوزي ومستشفى حلوه خالص، احسن مستشفى في الدنيا كلها. ومشاهدينا نتابع معكم هذا الخبر العاجل مرة أخرى، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة تريزا إيفوا أسانجونو رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والسيد سامح شكري وزير الخارجية. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، ومشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سواء على المستويين الثنائي أو القاري، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية وصون السلم والأمن القاري. من جانبها سلمت رئيسة مجلس شيوخ غينيا الاستوائية رسالة خطية إلى السيد الرئيس من الرئيس أوبيانغ، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية وتثمين التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة في ضوء جهود مصر لتلبية تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الاستقرار والتنمية والازدهار والمساهمة الفعالة في دفع العمل الإفريقي المشترك. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات. نعود إلى مبادرة سبيل، والتي لاقت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ ترحيبا كبيرا، حيث شهدت 3 مستشفيات بمدينة كفر الشيخ توزيع 600 وجبة غذائية ساخنة في مستشفى كفر الشيخ الجامعي وقسم الكلى بمستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى الحميات. احنا النهاردة بنتشرف بوجود مؤسسة حياة كريمة والمبادرة الجديدة مبادرة سبيل، يعني كنا سعداء واحنا يعني بنتفقد
المرضى في الأقسام المختلفة بمستشفى الجامعة، والوجبات الساخنة والفعل يعني رد الفعل الإيجابي لدى الأهالي والمرضى، وإزاي هم شايفين اهتمام الدولة المصرية بيهم سواء في قراهم ومراكزهم ونجوعهم، أو حتى لو هم بتلاقوا الرعاية الصحية في مؤسسة الرعاية الصحية، فسعداء بالنهاردة بتواجدنا مع مؤسسة حياة كريمة في هذه المبادرة العظيمة. احنا النهاردة بنوزع وجبات جاهزة ضمن فعالية مبادرة سبيل على أهلنا المرضى وأسرهم. رحنا مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وهنروح الحميات ووحدة الكلى في مستشفى العام. ده ضمن دور مؤسسة حياة كريمة في دعم الأسر الأكثر احتياجاً، بندعم أهلنا في محافظة كفر الشيخ. أنا شاكر لحياة كريمة وقائدها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يحفظ مصر ويحفظ شعبها وقائدها ويحفظها بإذن الله تعالى، فهي محفوظة ببركة ذكرها في القرآن أكثر من مرة الحمد لله. وإحنا شاكرين فريق حياة كريمة، وربنا يعينهم يا رب ويجعلهم إن شاء الله خدام للشعب وللمصريين جميعا. بنشكر مبادرة سيادة الرئيس على اللي هو بيعمله ده، برفع من روح الناس اللي تعبانة ديت، وزع لهم وجبات وبكلموهم ورفعوا من معنوياتهم، وربنا يسدد خطاه، ربنا يسدد خطاه سيادة الرئيس، راجل كويس وراجل بيعمل خير في البلد، ونتمنى من ربنا يسدد خطاه، واحنا وراه في البرنامج بتاعه إن شاء الله. احنا بنشكر مؤسسة حياة كريمة لكل الدعم، وبنشكر سيادة الرئيس على كل المجهود اللي بيعمله في البلد. هذا وتتواصل متابعة آخر المستجدات وتطورات لمشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة في محافظة الدقهلية، حيث تفقد محافظ الدقهلية والمشرف على مشروع حياة كريمة بوزارة الصحة الموقف التشغيلي للمشروعات بمركز شربين، حيث تمت الإشادة بمعدلات الإنجاز ومدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ المشروعات، كما تمت الإشارة إلى أن تكلفة مشروعات الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2.5 مليار جنيه، والتي استهدفت تطوير 29 وحدة ومركز لطب الأسرة وإنشاء مستشفى مركزي بشربين. وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة شاملة تضم شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في محافظة بني سويف، وذلك ضمن فعاليات مبادرة قطار خير التحالف. وتتضمن الشاحنات كميات من اللحوم وكراتين، مواد غذائية، وشنط مدرسية شاملة الأدوات وجواكت مدرسية ولعب أطفال وملابس وكراسي متحركة وغيرها من المساعدات. هذا وقد شارك في القافلة 12 كيان من كيانات التحالف. عندنا اصطفاف قطار الخير اللي كان بيتم بكل المحافظات اللي مشاركه في التحالف الوطني، وكان كل حد مننا كان بيعرض الحاجات اللي هيتم توزيعها على المراكز. النهارده احنا حوالي 7 علشان باقي الفريق احنا مسؤولين التنظيم لليوم ككل للقوافل بكره وبعده ويوم السبت في الاصطفاف، فانا هيبقى عندي مثلا 200 متطوع، فانا مش عايزه اهلكهم النهارده، فاحنا جينا عدد قليل والباقي بيظبط المكان في القريه. قطار الخير النهارده مستمر معانا لمده اسبوع، وده بيشمل عدد من المبادرات. بدأنا الأول بإنت الحياة في طنسة بني مال ومركز بيبا. النهارده تحالف وطني لمؤسسات الموجودة في بني سويف بأغلبها، منها أبو هشيمة الجرحي، بني سويف رسالة، فرع بني سويف أو رسالة عامة بكل مجتمعاتنا مصر الخير، 18 جمعية تحالفوا مع بعضيهم لتوزيع وعمل قافلة مساعدات لأهالينا في سيتس. هو قطر الخير جزء من القوافل اللي بينظمها التحالف الوطني ستر وعافية، والمفترض إن هي تلف كل المحافظات. قطر الخير هو دي التحالف الوطني ده نفس في كذا محافظة، قافله في كذا محافظه، فده جه دور دلوقتي على بني سويف، فهي اتعملت قبل كده في سوهاج وفي المنيا وفي كان في كفر الشيخ، فده يعني قطر شغال وبيعدي على محافظات مصر كلها. يعني بقالنا فتره انضمينا للتحالف الوطني، النهارده بنشارك معاهم في بني سويف ب 1000 كرتونه مواد غذائيه، 1000 كيلو لحمه، و1000 شنطه مدرسيه، و1000 ادوات مدرسيه، و1000 جاكيت. 600 شنطه هيتم توزيعهم على 100 اسره هيتوزعوا في مركز مصر.
والنهارده ما عندنا مبادره خطط وهي لاخواتنا ذوي الهمم، هنوزع عليهم النهارده حوالي 65 كرسي متحرك، حوالي 50 كرسي عادي، وحوالي 15 كرسي كهرباء. في عشرات موجودين النهارده واحنا موجودين على مدار 3 ايام بمشاركه 150 متطوع. عندنا 2300 مساعده هنوزعهم في مراكز بني سويف وبالتحديد مركز بيبا. احنا مشاركين ان شاء الله ب 200 كرتونه، كرتونه كامله سلع منها مكرونه رز ملح فاصوليا بكل مجتمعاتها. عندنا 1000 شنطه مدرسيه ان شاء الله، عندنا معرض ملابس ان شاء الله اغلبته جديد، عندنا مبادره شخبيط دي رسمه وشوش اطفال وفرحه وكده، ده تشتغل 4 و 5 ان شاء الله. متطوعين حياه كريمه في محافظه بني سويف اكثر من 1000 متطوع. بدأ وتبدو للدولة المصرية جهودا كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد في إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نتابع. نتابع مع حضراتكم المزيد عن جهود مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى في أنحاء محافظات الصعيد، وبينضم إلينا في هذا الجزء عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان. برحب بحضرتك معنا، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية نتحدث عن مجهودات حياة كريمة في محافظات الصعيد، وفي البداية نبدأ بمشروعات البنية التحتية لو نتحدث عن أهم ما تم خلال السنوات القليلة الماضية. يعني يمكن بمقارنة بسيطة ما بين متوسطات مؤشرات الاقتصاد الكلي زي معدل البطالة ومستوى الفقر ما بين إقليم الصعيد والعاصمة، ندرك تماما أن كان هناك فجوة تنموية كبيرة ما بين الطرفين، وبالتالي يمكن جاء مشروع حياة كريمة ليقلل هذه الهوة من ناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية، بيقلل فكرة الهجرة من الريف إلى المدن بحثا عن مستوى دخل أفضل أو بحثا عن التنمية. يمكن هذا الكلام بيأتي في إطار استراتيجية معينة تبنتها الدولة المصرية منذ العام 2013، وهي استراتيجية التنمية المتوازنة، بمعنى أن يتم وضع تنموي معين لكافة المحافظات والأقاليم بما يتناسب مع اعتبارات الجدوى الاقتصادية وأيضا اعتبارات الجدوى الاجتماعية. يمكن واحد من أهم الأمور الخاصة بحياة كريمة هي مشروعات البنية التحتية، ولا يمكن اختزال هذا الأمر في مجرد مشروعات الطرق اللي كان يمكن لها أثر كبير في تدفق معدل الاستثمار على الدولة المصرية، واللي كثير من التقارير الدولية أشارت إلى أنه في معدل جودة الطرق استطاعت الدولة المصرية أن تحقق قفزات
بالمعنى الحرفي للكلمة فيما يتعلق بجودة الطرق. لكن احنا بنتكلم عن الطرق، بنتكلم عن شبكات الصرف الصحي، نعم، بنتكلم عن الكهرباء، الغاز الطبيعي وغيرها كتير من مشروعات البنية التحتية، مش بس الطرق الحقيقة. يمكن الأمر كمان بيتسع ليشمل أكثر من ذلك، مشروعات التي لها علاقة ببناء الإنسان نفسه، زي فكرة المشروعات التي لها علاقة بالرعاية الصحية وبالرعاية التعليمية، لأن هذا الأمر بينصب بشكل مباشر على الإنتاج الخاص بالدولة. لأنه لو نظرنا إلى عناصر العملية الإنتاجية حندرك أنه أهم عنصر في هذه العناصر هو العنصر البشري، وحينما يكون العنصر البشري قادرا على الإنتاج العملية الإنتاجية بتزيد. وفكرة القدرة هنا بتأتي أولا من فكرة القدرة الصحية ومستوى الخدمات والرفاهية التي يتمتع بها المواطن، زي ما حضرتك تفضلت يمكن لها علاقة بمشروعات الصرف الصحي وتوصيل المياه والحياة الكريمة التي يمكن أن يتمتع بها الإنسان. هذا من منظور القدرة الصحية. أيضا من منظور قدرة المواطن وكفاءته على الإنتاج، خصوصا في ظل وضع ونظام بيستهدف فكرة الاقتصاد القائم على الرقمنة وعلى التكنولوجي، أيضا الاهتمام بمشروعات التدريب والتعليم والمشروعات التي لها علاقة برفع المستوى التعليمي للمواطن. جاءت مشروعات حياة كريمة في هذا الصدد لتعطي أو لتعلي من مستوى قدرة الأفراد والعنصر البشري على المزيد من الإنتاج في هذا الإطار. مهم كمان نتكلم عن المدن الجديدة في محافظات الصعيد، هي بالتأكيد هتلعب دور كبير جدا في استيعاب الكثافات السكانية العالية وأيضا خلق فرص عمل جديدة. يمكن زي ما ذكرت لحضرتك هذا بيأتي تحت مظلة الاستراتيجية الكبيرة التي تبنتها الدولة المصرية، وهي استراتيجية التنمية المتوازنة. يمكن كان مفهوم التنمية في السابق بيركز أو يكرس عملية التنمية على العاصمة وفقط، ولكن جاءت هذه المشروعات في إقامة مدن جديدة لاستيعاب كمية العمالة. ويمكن التقرير أشارت في هذا الصدد تحديدا إلى أن المدن الجديدة الموجودة والتي تم إقامتها بتستوعب الكثافة السكانية حتى العام 2040. أيضا في ذات السياق يمكن النظر إلى هذه المشروعات من منظور يعني إقامة فرص استثمارية تستغل فيها الميزة النسبية أو المطلقة التي يتمتع بها أو التي تتمتع بها كل محافظة وإقليم. يمكن لو ذكرنا على سبيل المثال محافظة أسوان، تم إقامة فيها أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى يعني العالمي. حنجد أنه بالنظر أو بمراجعة بسيطة للأقاليم والمحافظات، كل إقليم امتاز بعمل مشروعات تتناسب مع ما يتميز به هذا الإقليم بالشكل اللي خلق تنمية متوازنة على كافة الدولة وبالشكل الذي استطاع أن يستوعب عماله. وطبعا ده انعكس على مستوى الفقر وجعل الاقتصاد المصري، لأنه هذا واحد من أهم الأسباب التي أعطت الاقتصاد المصري قدر أكبر من المرونة، جعلته يصمد أمام الأزمات المتلاحقة منذ الكوفيد 19 وانتهاء بالأزمة الروسية الأوكرانية. طيب إذا تحدثنا عن أثار هذه المشروعات على المواطن بشكل عام، من ملاحظتك في محافظات الصعيد كيف انعكست هذه المشروعات، هذه المدن الجديدة، مشروعات البنية التحتية وغيرها على جودة الحياة في الصعيد وردود فعل كمان أهالي الصعيد؟ يمكن كأول هذه الملاحظات التي يمكن أخذها في الاعتبار واللي حتى غير المتخصص يستطيع أن يدركها تماما من المقيمين في محافظات الصعيد، أنه كان في السابق أي مواطن يبحث عن تنمية أو يبحث عن مصدر دخل أكبر له لم يكن له سبيل إلا الهجرة إلى العاصمة أو إلى الدلتا. لكن الآن أصبحت هناك مشروعات موجودة داخل محافظات الصعيد، لم تضطر المواطن الذي يبحث عن دخل متزايد أن يترك بلده أو يترك الصعيد ويسافر إلى العاصمة. وبالتالي وجود هذه المشروعات بالشكل المتوازن زي ما ذكرت لحضرتك واحد من أهم الأسباب التي يعني أعطت فرص كبيرة سواء للمشروعات التي تقيمها الدولة أو حتى للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص التي يمكن أن تولد أو يتولد عنها كميات كبيرة من التشغيل وكميات كبيرة من الفرص الاستثمارية التي تعتمد على هذه المشروعات سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ولكن إذا تحدثنا بشكل أكثر تحديدا، يعني مثلا لو تكلمنا عن المؤشرات الاقتصادية، معدلات البطالة وأيضا
معدلات الاستثمار في مدن محافظات الصعيد؟ يعني لو تحدثنا عن هذه المؤشرات سواء فيما يتعلق بمعدل البطالة أو مستوى الفقر اللي هو المحدد الرئيسي للفجوة التنموية التي كانت حادثة في السابق، كل التقارير سواء كانت تقارير محلية أو إقليمية أو حتى تقارير دولية تشير إلى أن هذه المعدلات يعني اتسقت وانخفضت الهوة والفجوة ما بين متوسط المتوسط هذه المؤشرات ما بين محافظات الصعيد والمحافظات الموجودة في الوجه البحري أو حتى محافظات العاصمة، فضلا على إنه هذه المعدلات أيضا ارتفعت، ولولا وجود الأزمات أزمة الكوفيد لكانت هذه المعدلات تعطي مؤشرات يعني أكثر نموا وأكثر استقرارا في هذا الإطار. يمكن كمان نعم، من الواضح أننا فقدنا الاتصال بدكتور محمود عنبر. على أي حال بالتأكيد هنعود ونستكمل باقي التفاصيل الخاصة بمبادرة حياة كريمة. بنشكر بالتأكيد دكتور محمود عنبر على وجوده معنا. خلينا نتكلم في هذا الجزء عن أهداف مبادرة حياة كريمة والفئات المستهدفة بيوضح لنا العرض التالي. خلينا نتابع. مشاهدينا هذه التغطية مستمرة مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة كاثرين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تمت الإشادة خلال اللقاء بالتطور المستمر على جميع الأصعدة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي. كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف، حيث ثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد أيضا ما تولي مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة، وتنسيق الجهود للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل. وقد تناول اللقاء أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة، لا سيما في السودان وليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل، حيث أكد السيد الرئيس مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل. في إطار المصالح المشتركة وفي إطار الاحترام المتبادل والرغبة في تحقيق الاستقرار ومواجهة تحقيق مصالح الطرفين، الوزيرة تشرفت صباح اليوم بلقاء السيد الرئيس. كان لقاء مطول تم خلاله تباحث حول العلاقات الثنائية، وهي متشعبة وعميقة، سواء أيضا عقدنا اجتماع مع معالي الوزيرة وثم موسع مع الوفود، تناولنا أيضا بقدر أكبر من التعاون، خاصة التعاون التجاري والاقتصادي، ووجود مجالات لتوسعة هذه العلاقات وزيادة حجمها. وانتهز هذه الفرصة لأعرب عن التعازي إلى الشعب الليبي الشقيق، وأيضا لأسر المصريين في ليبيا اللي تعرضوا للسيول المدمرة، وبالتأكيد أيضا لأشقائنا في المملكة المغربية إثر الزلزال اللي ضرب منطقة جبال الأطلس. لكن عودة إلى الموضوعات التي تناولناها، فأيضا الأوضاع في الساحل والصحراء وتطوراتها، الأوضاع في سوريا في العراق، التطورات الخاصة بنتائج الاجتماعات الجي 20 الأخيرة، وهناك كثير من التوافق في الرؤى فيما بين الجانبين على استمرار التنسيق والتعاون لإيجاد حلول للمشكلات المزمنة والتوصل إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة، لاتصالها المباشر بالأمن والاستقرار في أوروبا عبر المتوسط. انتمائنا المشترك للمتوسط هو أيضا من العناصر اللي بتعزز من العلاقات المصرية الفرنسية، والعلاقة على مستوى الثقافة فيما بين البلدين، سواء من خلال الاهتمام الكبير لفرنسا بالحضارة الفرعونية،
اهتمام مصر بالثقافة الفرنسية ووجود مراكز التعليم الفرنسية في مصر، كلها روابط نعمل على تعزيزها وتنميتها. سوف نستمر في مشاوراتنا واتصالاتنا، ونتطلع لزيارة قريبة لفخامة الرئيس ماكرون لمصر لاستمرار وتيرة الاتصالات على كافة المستويات، وهي تعطي زخما وتدفع بمزيد من التعاون واستكشاف المجالات التي تخدم مصلحة البلدين. مرة أخرى برحب معالي الوزيرة، وإن شاء الله يكون إقامتها إقامة مريحة في مصر، ونتطلع إلى فرصة قادمة ربما قريبة عندما نشارك في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. تفضل. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et cher Samé, merci de votre accueil. Merci aussi de votre invitation, puisque je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes, je crois, le premier ministre non européen que j'avais vu. القاهرة، وبالتالي أنا سعيدة جدا لوجودي هنا اليوم في هذا البلد الجميل والهام جدا لفرنسا ولتوازنات المنطقة. أود كذلك بداية أن أشكركم وأشكر سيادة الرئيس على استقباله لي، أشكركم على ضيافتكم السخية، أعرف أن هذه هي تقاليد الشعب المصري، وأنا سعيدة بتمتعي بهذه الضيافة اليوم، وأنا حقا متأثرة جدا لاستقبالكم للفرنسيين دوما في مصر، وهذا يبين على صداقتي العميقة. لقد شرف الرئيس واستقبلني صباح اليوم، وسيادة الرئيس كان التقى بالرئيس ماكرون منذ بضعة أيام في نيودلهي على هامش قمة الجي 20، كنت أيضا تشرفت بلقاء سيادة الرئيس في باريس على هامش قمة من أجل ميثاق تمويلي جديد في يونيو الماضي، وشرفنا سيادة الرئيس بحضوره ومشاركته النشطة والتي كانت موضع تقدير في إحدى الطاولات المستديرة التي كنت أنا ميسرة لها، ولقد أشدت بسيادة الرئيس ومشاركته بحركة إعادة تأسيس العلاقات الدولية وضرورة الاستمرار في العمل للحد من الانقسامات بين الشمال والجنوب، حتى لو أن هذه التسمية ربما ليست مناسبة تماما، ولكن أيضا العمل الذي يقوم به في مجال المناخ، وهذا كان من مواضيع مؤتمر باريس، وبشكل عام التنمية وكذلك الوصول إلى التمويلات الدولية عن طريق المؤسسات التمويلية الدولية أو التمويل من القطاع الخاص. مصر بلد هام لفرنسا ولكل شركائنا الأوروبيين، أنتم شريك تاريخي واستراتيجي وشريك لنا به كل الثقة، وأود أن أذكر بذلك اليوم في هذه الزيارة المتواضعة والقصيرة، ولكني أعدكم بأن أعود لأني فهمت أنكم دعوتمونا لافتتاح المتحف المصري الكبير قريبا، وسوف تكون هذه فرصة لا تفوت لأعود مرة أخرى وأعزز هذه العلاقة التي تجمعنا على كل الأصعدة السياسية الاقتصادية الثقافية. أولا المواضيع الثنائية، يمكن أن نعمل معا أيضا ليس فقط لخير بلدينا، ولكن أيضا ربما لتستفيد المنطقة من ذلك. مصر في قلب المتوسط، هذا أمر بديهي ولا حاجة لأن نذكر بذلك، لأن هذه هي الجغرافيا، أنتم على ملتقى إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا مكان جغرافي وجيو استراتيجي لا يمكن لأحد أن ينازعكم عليها. مصر
هي في بيئة معقدة ولم تتحسن في السنوات الأخيرة، هذا يمكننا أن نصف ذلك بكلام دبلوماسي، ولكن من الهام جدا أن نتمكن من الاعتماد على بلد هو قوة إقليمية وقوة حوار واعتدال وقوة تسعى إلى الحلول كما نفعل نحن. وبالتالي أود أن أشيد بالدور الذي تلعبه مصر من أجل السلام. تناولنا أيضا المسائل الإقليمية الملحة، عملية السلام التي من الصعب أن نستمر في تسميته كذلك، والقضية الصعبة أوضاع في دول الشرق الأوسط، التطورات الحالية، مؤتمر بغداد في نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني، بغداد 3، ودولة الوزير فرنسا ستبقى شريكا لكم، شريك يريد المساهمة في فضاء التعاون هذا الذي يجب علينا أن نبنيه لتتمكن المنطقة من التقدم والعودة إلى الاستقرار. هناك الكثير من التحديات ولكننا سنواجهها معا. هناك أيضا تحديات أخرى وتوترات أخرى غير تلك التي ذكرتها بسرعة. لقد تكلمنا مع سيادة الرئيس ومعكم معالي الوزير عن الحرب في أوكرانيا وتبعاتها، وأيضا تبعات هذه الحرب وأثارها على دول العالم بأسره. قبل كل شيء، هذه أو أولا هذه حرب اختارتها دولة عظمى، عضو دائم العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي مفروض عليه ليس فقط احترام ميثاق الأمم المتحدة ولكن السهر على أن تحترم كل الدول الأخرى ميثاق الأمم المتحدة. ولكن هذه الدولة قررت أن تعتدي على جارتها وأن تشن حرب بدون مبرر وبدون استفزاز وباستخدام أسلحة يدينها القانون الدولي وتدينها الأخلاق. الأمر يتعلق بوجود أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة، سيدة مصيرها، سيدة خياراتها وسيدة تحالفاتها، ولكن الأمر حتى يتجاوز ذلك بكثير. فالمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي التي تسمح لنا بالعيش باستقرار نسبي لا يجب أن تنتهك، ولا يجب أن يكافئ معتدي انتهك كل مبادئ النظام الدولي وكل أسس النظام الدولي. وكلنا معنيون بهذا الموضوع طبعا، إضافة إلى القارة الأوروبية. أمننا سوف يتوقف على نتيجة هذه الحرب، ونحن نتضرر لأن الأمر يتعلق بالمبادئ التي تسمح لنا بالعيش معا. وفي المدى القصير معالي الوزير، طبعا هناك النتائج السلبية على كل دول العالم لحرب العدوان هذه التي شنتها روسيا. هذه النتائج نشعر بها جميعا، ارتفاع الأسعار، الصعوبات في واردات الطاقة، تقلب أسعار الطاقة، انعدام الأمن الغذائي، وبلدكم يعرف ذلك لأنكم تضررتم بسبب تزايد انعدام الأمن الغذائي. معالي الوزير، نحن والاتحاد الأوروبي كنا حاضرين وكنا إلى جانبكم لتوفير السلع التي تحتاجون إليها. لقد ضعفنا على سبيل المثال صادراتنا من القمح، وبدأنا مع الاتحاد الأوروبي بتنفيذ برنامج لتجديد أهراءات تخزين القمح لتحسين الوضع. ولكن أعتقد أنه علينا أن نؤكد على أن مصلحتنا نحن الاثنين أن نطلب من روسيا أن توقف هذه الحرب،
الحرب التي تعاني منها المنطقة وكل دول العالم. هذه حرب لا مبرر لها ويجب أن تتوقف، وأغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة طلبت ذلك من روسيا عدة مرات ونحن طلبنا منها ذلك. نحن نريد أن نبقى أوفياء لأصدقائنا معالي الوزير، وفرنسا كانت دوما إلى جانبكم وستبقى إلى جانبكم، وأود أن أشكركم لأنكم كنتم إلى جانبنا أيضا أنتم كصديق وفي عندما احتاجت فرنسا للغاز. أتكلم بشكل عملي جدا وصادق جدا، العام الماضي احتجنا إلى غاز ومصر استجابت لطلبنا وساعدتنا عندما كنا بحاجة لها، ونحن إلى جانبكم في هذه الصعوبات التي آمل أن تكون مؤقتة والتي يجب أن نعالج أسبابها، وإلا سوف نبقى نركض خلف النتائج. تكلمنا عن العلاقات الثنائية وأود أن أتطرق إليها بكلمة قصيرة إيجابية. هذه الأزمة أكثر إيجابية من هذه الأزمات التي تحدثنا عنها. علاقاتنا الثنائية ممتازة على الصعيد السياسي وتكثفت وتطورت في السنوات الأخيرة، هي ممتازة أيضا على الصعيد الاقتصادي، فالعديد من شركاتنا يعمل في مصر. هناك مجالات تتميز بها الشركات الفرنسية تقليديا وهي معروفة، المترو، قطار الأنفاق. وذكرت فريقي معالي الوزير بالأمس أني قديمة في هذه المهنة لدرجة أني أتذكر زيارة الرئيس شيراك أعتقد عام 1998 ربما، حيث جئنا لتدشين مترو القاهرة. طبعا لا يزال هناك الخط السادس بحاجة لأن يستكمل، ولكن طبعا هناك أيضا خبرات فرنسية في مجالات أخرى، انتقال الطاقة، المدينة المستدامة، الطاقات المتجددة والبديلة إلى آخره وكل ما تحتاجون إليه. وصباح اليوم أشدت بالتعاون والعلاقات التي تتجاوز السياسة والاقتصاد، أي العلاقات الثقافية، اللغة، التعليم، الشباب. زرت مدرسة متميزة تعلم الشبان والشابات المصريين باللغة الفرنسية، ربما للتفكير والتأمل والتعلم لمواجهة تحديات العالم. تعرفون كم أن الفرنسيين حريصون أو بالأحرى معجبون، تعرفون الإعجاب الذي يكنه الفرنسيون للثقافة المصرية والفرعونية. معرض رمسيس في لافيلات يلقى نجاحا متميزا في باريس، وإذن حوار الثقافات هذا يقرب بيننا، وكذلك الفرنكوفونية، وسنكون سعداء جدا باستقبالكم في باريس السنة المقبلة بمناسبة القمة. وأخيرا أود أن أذكر بحرص بلادنا على القيم العالمية، تكلمنا عن هذا الموضوع ونحن نتكلم عنه دائما، وما ندافع عنه هو ليس ما ندافع عنه ليس ما يسمى بقيم غربية، ولكننا ندافع عن قيم عالمية، تطلعات يتقاسمها كل البشر، مساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. وهذه قضية من القضايا الكبرى لولاية الرئيس، أو التساوي في الكرامة بين كل البشر. تكلمنا عن هذه الديناميكية وعن هذه الجدلية القائمة منذ بداية السياسة وتنظيم الحضاري بمعنى أرسطو لهذه المفاهيم، بين التعبير السياسي للجسم الاجتماعي وتطلعاته أيضا. هذه ديناميكية مستمرة وهذه حركة مستمرة، وأشكركم على هذا الحوار الودي والواثق حول هذا الموضوع. وعلنا أود أن أحيي الخطوات التي قامت بها مصر عن طريق الاستراتيجية الوطنية والحوار الوطني، وكما قلتم معالي الوزير هذه فضاءات أولى للحوار، و
من شأنها أن تسمح بتطوير ممارسات تسمح لكم بالتقدم. وأعرف أن الدرب طويل، وقلت وكما قلت تماما للرئيس السيسي، تتذكر أن فرنسا احتاجت، أو القارة الأوروبية احتاجت لفترة طويلة جدا، عدة قرون، لنسير على هذا الدرب ونصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. دولة ليست مثالية، إذا طلبتم رأي الفرنسيين سيقولون لكم أن هذه الدولة ليست مثالية، ولكن دولة ديمقراطية يعبر فيها المواطن عن رأيه وعن شكل الدولة التي يريدها. وأعتقد أنه علينا أن نراهن إيجابيا على المستقبل، وأن نرى أن أشكال تأييد أو أشكال التعبير السياسي هي التي تسمح بقوة بلد وقوته على المقاومة والصمود، وكذلك التنمية الاقتصادية. ونشجعكم في هذا الاتجاه. ومرة أخرى أود أن أحيي الجهود التي بذلتها مصر بفضل هذه الآليات الجديدة. معالي الوزير، شكرا على استقبالكم، شكرا على السهر على تغذية هذه العلاقات القوية مع فرنسا كما نفعل نحن من جانبنا. هذه علاقة متميزة فريدة من نوعها، وصدقوني من جانبنا هي متميزة، ونريد أن نفعل أكثر مع مصر. وشكرا لكم. سؤال موجه للمعالي الوزير سامح شكري. استاذ محمد مصطفى تفضل، من وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير سياده الوزير. تحياتي لحضرتك. تواجه مصر كغيرها من دول العالم الناميه يا فندم تحديات اقتصاديه ناجمه عن الازمه الاقتصاديه الحاليه، وفي دول العلاقات الاستراتيجيه اللي بتربط بين مصر وفرنسا، هل لك ان تطلعنا سيادتك على ما اذا كانت المناقشات مع الوزيره الفرنسيه تناولت سبل تقديم الدعم لمصر لتجاوز الصعوبات الحاليه، سواء من خلال مبادله الديون او اقامه مشروعات تنمويه تخفف شويه من العبء على الموازنة على سبيل المثال؟ وأيضا لو سمحت لي، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به فرنسا باعتبارها صديقة لمصر لدعم الموقف المصري لدى مؤسسات التمويل الدولية؟ شكرا يا فندم. بالتأكيد أن العلاقة الخاصة اللي بتربط بين البلدين والرغبة المشتركة في تدعيم الاستقرار وإدراك التداعيات اللي تولدت عن سنوات الكوفيد والحرب الأوكرانية وتأثيرها على المناخ الاقتصادي الدولي يحتم أن يكون هذا الموضوع من الموضوعات الرئيسية اللي تناولتها مع الوزيرة خلال لقاء مع سيادة الرئيس، وأيضا تولناها بكثير من التفصيل. العلاقة الاقتصادية والتجارية مع فرنسا هي علاقة مميزة. حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حجم كبير، عمل الشركات الفرنسية في تدعيم البنية الأساسية وتدعيم جهود مصر التنموية معروفة. الحزمة الاقتصادية المتوفرة من فرنسا لمصر، ولكن أيضا الاقتناع الفرنسي والاجتماع الذي عقد في باريس منذ أشهر كان بغرض تناول قضية الضغوط الاقتصادية الواقعة على كثير من الدول وكيفية الخروج من هذه الأزمة من خلال الآليات القائمة ومن خلال إيجاد وسائل مستحدثة، من ضمن ذلك تخفيف الديون، مبادلة الديون، إصلاح عمل المؤسسات الائتمانية الدولية. بالتأكيد أن فرنسا بما لديها من صلة بكل هذه الدوائر تستطيع أن تحفز على مزيد من الإجراءات، سواء الثنائية أو من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي أو في إطار وجودها في المؤسسات الائتمانية الدولية لتسكية هذه الحلول. هناك مجالات عديدة نستطيع من خلالها التعاون مع فرنسا لتدارك الأزمة الاقتصادية الحالية،
وسيظل الحوار قائم، ونتطلع إلى زيارة وزير المالية الفرنسي خلال فترة وجيزة لاستمرار الحديث وإيجاد الوسائل اللي تعزز من قدرات مصر الاقتصادية وتعاونها على مواجهة التحديات الراهنة. فهي علاقة خاصة، وبالتالي دائما الطموح يكون كبير، ونحن طموحنا كبير، ونعلم أن قدرات فرنسا كبيرة أيضا، فالأمرين يسهل تحقيق الأهداف اللي نسعى إليها. سؤال معالي وزيرة خارجية فرنسا، هل في حد طالب سؤال؟ Monsieur le ministre, si vous permettez, je complète votre réponse. Non, pas pour vous corriger, cher Samé, surtout pas, mais pour compléter, puisque vous évoquiez mon pays, monsieur, et je veux tout à fait vous confirmer ce que vous dites. Vous avez parlé de mon pays, monsieur, et je veux tout à fait vous confirmer ce que vous dites. Vous avez parlé de mon pays, monsieur, et je veux tout à fait vous confirmer ce que vous dites. Vous avez parlé de mon pays, monsieur, et je veux tout à fait vous confirmer ce que vous dites. Vous avez parlé de mon pays, monsieur, et je veux tout à fait vous confirmer ce que vous dites. Vous avez parlé de mon pays, monsieur, et je veux tout à fait vous confirmer ce que vous dites. Vous avez parlé de mon pays, monsieur, لنجد معا أجوبة على إثر قمة باريس من أجل ميثاق تمويلي جديد، وكذلك قمة الجي 20 لإيجاد أجوبة أفضل لمعالجة مشكلة الديون ولوصول للتمويل الدولي الخاص والعام بشكل أسهل. ونحن أيضا نريد أن نعمل أيضا لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، لأن القطاع الخاص له دور يلعبه، لأن تنويع الاقتصاد سيكون مصدر ثروة لفرنسا، ونحن مستعدون لنلعب دورنا كاملا. تفضلي حضرتك. RTS سويس. بونجور أليس مورينو دو لا راديو. صباحا. صباح الخير، أليس مورينو من راديو RTS. سمعنا مساء اليوم بإطلاق السراح ستيفان جوليان في النيجر، ونحن نعرف أن العلاقات متوترة بين فرنسا والنيجر. هل يمكن أن تعطينا تفاصيل حول ظروف إطلاق السراح؟ هل كان يعتبر كرهينة؟ علمتم بهذا النبأ صباح اليوم؟ نعم، نؤكد ذلك، أنا كنت علمت بذلك مساء أمس. تم توقيفه لأسباب كنا اعترضنا عليها، وهذه الأسباب لم تكن صحيحة حتى برأي أولئك الذين أوقفوه، وبالتالي أطلق سراحه سريعا بعد أن طالبنا رسميا بإطلاق سراحه فورا. هذا شيء جيد، ولن أقول أكثر من ذلك، وما من مجال لنقول أكثر من ذلك في هذا الموضوع. أستاذ أحمد جمعة اليوم السابع. أحمد جمعة اليوم السابع. شكرا جزيلا يا فندم. أحمد جمعة المحرر الدبلوماسي في صحيفة اليوم السابع المصري. في إطار نتائج اجتماعات وزراء خارجية دول جوار السودان في تشاد، وما تم رفعه للقيادات الدول، قيادات دول جوار السودان، بخصوص خطة العمل، ما هي آخر مستجدات تنفيذ تلك الخطة، وما هو التحرك الذي نتوقعه من دول جوار السودان خلال الفترة المقبلة، وأخيرا ما مدى التوافق المصري الفرنسي حول سبل حل الأزمة السودانية؟ شكرا جزيلا. الآلية دول الجوار سواء عندما انعقدت على مستوى القمة أو عندما انعقدت في عاصمة التشادية نجمينة، هو إطار مهم للأثار المباشرة التي تقع على هذه الدول من ناحية، ومن ناحية أخرى لاتصال هذه الدول على المستوى السياسي وعلى مستوى الشعوب مع السودان، وهذه الصلات تعزز من قدرتها على التواصل مع كافة مكونات الشعب السوداني الشقيق والوصول إلى الحلول. فيما يتعلق بالرؤية، أتصور أنها مشتركة فيما بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار، أهمية وجود الكوريدورات الإنسانية للتعامل مع الضحايا الصراع المسلح، إطلاق الحوار الوطني
كافة مكونات الشعب السوداني، المكون المدني وبقية الأطراف السياسية الوضع خريطة طريق للمستقبل تؤدي إلى استقرار السودان وتؤدي إلى حكم دستوري يخرج السودان من أزمته الراهنة. دول الجوار وضعت خريطة طريق كانت مطلع عليها من قبل السادة القادة لاعتمادها، ومن المقرر تنفيذا لمخرجات الاجتماع في نجمينا أن يجتمع الوزراء على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة لوضع الآليات التنفيذية الخاصة بخريطة الطريق. هذا الاجتماع سوف يكون اجتماع مهم للتنسيق فيما بين الدول على أساس تحقيق هذه الأهداف المتوافق عليها من قبل المجتمع الدولي، وبالتأكيد من أهم من الأمور الهامة هي ما أقره آلية دول الجوار من أهمية التنسيق مع الآليات الأخرى والعمل المنسق فيما بينها حتى تأتي بالهدف المرجو، فسواء كانت دول الجوار أو منصة جدة أو العمل اللي يطلع به مجموعة الإيجاد كلها لابد أن تتكامل ولكل منها قدرة في نطاق معين لها ميزة نسبية في التعامل مع القضية وتستطيع أن تسهم لتحقيق الهدف المشترك فيما بيننا. Lesecho. Bonjour Madame la Ministre, Justine Babin pour le quotidien Les Echos. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Égypte est أن هذا كان من موضوع المواضيع التي نقشت ثنائيا. ماذا تنتظر فرنسا؟ ما هو المجهود التي تنتظره فرنسا من مصر ربما للاتصال بروسيا ولتحفيز روسيا على إعادة تفعيل هذا الاتفاق لتصدير الحبوب؟ سيدتي، أولا يجب أن نلاحظ أن مصر ليست مسؤولة عن تعليق العمل بهذا الاتفاق، روسيا هي المسؤولة عن تعليق العمل بهذا الاتفاق، وأشير إلى أن مصر هي من الدول التي تعاني من تعليق العمل بهذا الاتفاق وتعاني من حرب روسيا في أوكرانيا كما حاولت أن أفسر. ولكن يجب أن نفهم أنه إضافة إلى مصير أوكرانيا واستقرار وسلامة القارة الأوروبية، ما هو على المحك في هذا النظام الذي نحتاج إليه جميعا، ما هو على المحك هو سلاح تستخدمه روسيا بكل وقاحة بحق الدول التي تحتاج إلى سلع ومواد أساسية آتية من أوكرانيا وروسيا، وتحرمهم روسيا منها بتعليقها لهذا الاتفاق وقبل كل شيء بسبب هذه الحرب التي شنتها. إذن نحن لا ننتظر من مصر سوى أن تتمكن من إيجاد شركاء مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا ودول أخرى. أنا مقتنعة بأن هناك دول أخرى مستعدة لمساعدة مصر على الخروج من هذه الصعوبة، وهي ليست مسؤولة عنها بأي شكل من الأشكال، ولكنها ضحية جانبية كالعديد من الدول، وهذا أيضا ما حاولت أن أفسره لاحقا سابقا، لأني قلت أن عندنا مصالح مشتركة أيا كانت بلداننا
قاراتنا. الجمعية العامة المتحدة طلبت عدة مرات من روسيا بأغلبيات ساحقة أن توقف هذه الحرب وتسحب قواتها من أوكرانيا وتحترم سيادة واستقرار واستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا. سؤالك لما ما كان يمكن أن يطرح لو لم تشن روسيا هذه الحرب؟ وشكرا. إذا سمحت لي مع الوزير، مصر من إذا لم تكن أكبر مستورد للأقماح وللذرة في العالم، نحن نستورد 10 مليون طن من القمح والذرة، وكان نعتمد اعتماد كبير بالنسبة للسلعتين على أوكرانيا وروسيا في ذات الوقت، بالإضافة إلى زيوت الطعام ومواد غذائية أخرى كنا نعتمد فيها بالأساس على أوكرانيا. بالتأكيد أن احتياجات الشعب المصري لابد أن يتم توفيرها من أي مصدر متاح، ونشكر فرنسا على ما وفرته من أيضا شحنات من القمح، ونحن نتعامل في سوق تجاري ويتم التعاقد وفقا للأسعار العالمية. ويعني حتى الآن لا أستطيع أن أقول أننا حظينا بأي معاملات تفضيلية من أي جهة، ولكن بالتأكيد لابد من إيجاد الاحتياجات الشعب المصري، ونسعى لتوسيع رقعة الاستيراد لدول تستطيع أن توفي بهذه الاحتياجات. في نفس الوقت نحن رحبنا بالاتفاق الذي عقد من خلال الأمم المتحدة وبدعم من تركيا لإيجاد ممر لخروج المواد الغذائية الأوكرانية من البحر الأسود. كنا نتطلع أن يوفي هذه المنظومة باحتياجاتنا أو جزء منها، للأسف أتى بجزء ضئيل جدا جدا لا يوفي إطلاقا بالاحتياجات المصرية، ونأمل أن يعود، لأننا نأمل أيضا أن نصل إلى نهاية لهذه الحرب وهذا الصراع لأثاره على كثير من شعوب العالم، خاصة الشعوب النامية. مصر تطلع بدورها في تعزيز كل الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة. مصر عضو في مجموعة الاتصال العربية التي زارت كل من روسيا وأوكرانيا للعمل على إيجاد تسوية سياسية لهذه الأزمة، كما شاركت مصر في مجموعة الاتصال الأفريقية التي تناولت مع الجانب الروسي مع الجانب الأوكراني تداعيات هذا الصراع، وسائل لتخفيف العبء على الدول الأفريقية ومن ضمنها العباء اللي تولدت في إطار الغذاء والطاقة والأسمدة وغيرها من المواد الضرورية لاحتياجات الشعوب، واستمرار جهودها نحو توفير احتياجات شعوبها والتنمية. سوف نظل ننتهج سياسة تسعى إلى حل الصراعات بالوسائل السلمية، تجنب الأثار والاعتماد على العلاقات مع الأصدقاء لإحتواء هذا والتنسيق، سواء في إطار الاحتياجات المادية ولكن أيضا في السعي لتحقيق الاستقرار والسلام وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. شكرا جزيلا.